لعبها بلاك احنا في الدوري أحبتنا في كل مكان، ورحب فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الكرة هدف. نسعد في متابعتكم، طلباتكم، نسعد أن نبحث عن الأهداف الجميلة، ذكريات الجميلة في عمر الرياضة الكويتية الخليجية الأسيوية، مشاركاتنا على جميع المستويات، حقب مختلفة، السبعينات، الثمانينات، التسعينات، حتى وصلنا إلى هذه المرحلة. كل حقبة كانت تحمل ذكرى جميلة، وربما تكون أيضا ذكرى مؤلمة، كون نتائج لم ترتقي إلى المستوى المطلوب. الأهداف تدون، والناس مثل ما يقولون نبي نشوف الأقوال، وعلى قولة الإخوان الكثير نبي الكرة أقوال، وإحنا نقول دائما الكرة أقوال. دعونا نبدأ المشوار بعد الفاصل. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا. خلونا نرجع للأبيض والأسود. زار الكويت في مرحلة السبعينات نادي المحرق البحريني، وكان كابتنهم إذا تخلني الذاكرة حسن عجلان، ولعب أمام السالمية. والسالمية ذاك الوقت كان يضم لاعبين مميز، تذكرون اللاعب الإيراني لم تخلني الذاكرة قاسم فلاح، كان لاعب مميز وهداف ويعني قوي البنية. وكان هناك محمد جاسم، وكان المغفور له بإذن الله تعالى ناصر الجاسر العياف، اللاعبين الهدافين أيضا في تلك المرحلة. وكان برز فيما بعد معهم أيضا سالم عيد، كان محمد يوسف، كان علي رفاعي، وايد والله من عبد الله سالم، كان لاعبين مميزين. لما نرجع للأبيض والأسود في ذلك الزمن الجميل، دعونا نشاهد ماذا فعل السالمية أمام المحرك. محمود حول حق قاسم والعصفور، ماشي العصفور بيحول حق دكسن، والكره مع دكسن بيلعبها لقاسم يمين، وخطر خطر راح يشوط عجله حلوه، يا سلام لعبه حلوه، كره محول على طول من محمود دكسن تروح سهله لقاسم امين، قاسم فلاح اللي قدر يطوف لاعب من خط دفاع الفريق البحريني، وعلى طول يحطها على شمال حارس المرمى في الزاويه، ويسجل اصابه السالميه الاولى بعد مرور حوالي 13 دقيقه من بدايه الشوط. قاسم فلاح بعد مرور حوالي 13 دقيقة يسجل إصابة، يحاول على مصطفى رياض يلعبها علي عباس، ثلاثة قاسم فلاح ماشي، قاسم ساحب 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 ماشي ماشي، مجهود فردي ساحب على طول قاسم بروحه راح يشوت حلوة، يا سلام الحقيقة مجهود فردي بروحه على طول ساحب ويعدي ثلاثة من ديفنسي الفريق المحرق البحريني، وقدر يشوتها بقوة ويحطها على طول في داخل مرمى فريق المحرق البحريني، ويسجل إصابة سالمية الثانية بعد مرور حوالي 28 دقيقة، يسجل قاسم فلاح إصابة السالمية الثانية بعد مجهود فردي كان ساحب فيه على طول من وسط الملعب، ويعدي ثلاثة من دفاعات فريق المحرق البحريني، وينفرد بحارس المرمى ويحطها على شماله ويسجل الإصابة الثانية لفريق سالمية بعد مرور حوالي 28 دقيقة من الشوط. والنتيجة الحين وسط، وعلي رفاعي محمد جاسم دايركت على طول بيحولها لناصر الجاسر، يتركها حق صالح العصفور يختفى ناصر ماشي 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 على طول ماشي ناصر صعب نادي سالمية ماشي ماشي على طول ماشي 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 راح يشوط راح يشوط راح يشوط حلوة، يا سلام شوطة قوية، كرة مثل القنبلة كان داش فيها مجهود فرد على طول وساحب من خارج منطقة جزاء، ويدش داخل منطقة جزاء على طول يكون قريب من منطقة ستة ياردة، خارج منطقة ستة ياردة ويشوتها بريل اليمين بيحطها بالزاوية البعيدة العالية فوق على يمين حارس المرمى، ويسجل الإصابة الثالثة لصالح نادي سالمية بعد مرور حوالي
27 دقيقة من الشوط الثاني. بعد مر 27 دقيقة من الشوط الثاني يسجل ناصر لجاسر الإصابة الثالثة لصالح. سيد شايفين ان اعزائي المشاهدين والحين طبعا ضربة حرة غير مباشرة وكرة ملعوبة على طول. يا سلام، كرة ملعوبة على طول وتنشات الكرة. يلعبها الحقيقة كان في دربكة واللي لعب الكرة شات محمد جاسم هو اللي جاب جول السالمية بعد مر حوالي 33 دقيقة. 33 دقيقة محمد جاسم يحرز. في 5/3/1995 في بطولة الدوري العام لكرة القدم التقى العربي وخيطان. وخيطان كان معاهم لاعب مميز ينقال لإسماعيل إبراهيم الأنصاري. والأنصاري أيضا كانوا موجودين ما شاء الله بكثرة، كان أيضا محمد إسماعيل الأنصاري وحيد كان لاعب مميز، كان عيسى إبراهيم عيسى يونس الأنصاري أيضا كان في خط الدفاع مميز، لاعبين مميزين. كان إسماعيل الأنصاري أو سمعة هدفا في مرمى النادي العربي. الوسط بيلعب بثلاثة، خالد حافظ منصور باشا وخالد جاسم. في المقدمة يلعب بثلاث لاعبين اليوم العربي، فهد ناحية لا يجي الشمري ولا يجي يتقدم، يلعبها تنحط ويتابعها الله، جول جول لإسماعيل إبراهيم. إسماعيل إبراهيم الحقيقة من كرة لاعبها لايد وهدف سريع جدا. شوف 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 لايد الشمري حلوه الحقيقه لاعبها ويتابعها المطيري، لكن ايضا لا اللي داخل من الخلف اسماعيل ابراهيم. الهدف الاول في اول دقيقتين، في اول دقيقتين من شوط المباراه الاول، في اول دقيقتين من شوط المباراه الاول هدف لخيطان سريع جدا. شوف لايج والمطيري ايضا يتابع وحارس احمد جاسم حق العب بيده لكن قصيره توصل لاسماعيل المتابع. جاسم يلعب، جاسم يلعب، نعود للزمن الجميل كارمو والكويت مرحلة الثمانينات. وكان معلق المباراة أنذاك جاسم مجلي، وكان مع كارمو لاعب مميز ينقال ليوسف سويد. يوسف سويد لعيب فنان ما شاء الله عليه. نعود لذلك الزمن الجميل، الزمن الذي لا يسقط من الذاكرة، الكويت وكارمو. في خط الوسط زهير عبد الخالق وحمد عبد الرزاق وخالد الحمد، وبالهجوم العنبري وجبار عبد القدوس كريم حربي. سويد كره حلوه ناحيه ابراهيم، انفرده هو الجول، انفرده هو الجول. وبلنتي، بلنتي واضحه، بلنتي بلنتي اول بلنتي في المباراه لصالح كاظمه. عرقله من عباس ابو عباس الى جناح شمال فريق كاظمه اللاعب ابراهيم علي بعد ما انفرد من كره حلوه لعبها ليوسف سويد بتوين، انفرد هو الجول، هو حارس المرمى حاول يمر منه فعرقل عباس وعباس، وحسب الحكم الدولي عبد الوهاب البناي ضربة جزاء في الدقيقة 4 من بداية المباراة لصالح كاظم. بلنتي عباس وعباس في الجول الكويت، ويوسف سويد كاظم هو اللي راح يلعب ضربة الجزاء. بلنتي ضربة جزاء سويد، جول جول سويد، جول سويد حطها بكل ثقة على يمين عباس ابو عباس في الدقيقة 4 مسجل الهدف الأول لصالح كاظمة. كاظمة 1 والكويت لا شيء، ضربة جزاء احتسبت
في الدقيقة 4 لصالح. جاسم يلعبوا، جاسم يلعبوا. أحبتنا في كل مكان، وصلنا معاكم نهاية برنامج الكرة أهداف. إن شاء الله استمتعتوا في الأهداف الجميلة اللي شاهدتوها في حلقة اليوم، أيضا في حلقات القادمة إن شاء الله نسعى دائما لتقديم أهداف مميزة في حقب مختلفة من عمر الرياضة الكويتية الخليجية. نسعد دائما برأيكم وجهات نظركم حتى انتقادكم، احنا نتقبل دائما وجهات النظر لأن هذا البرنامج منكم وإليكم. باتم نشوفكم على خير، مع السلامة. Come on!